السؤال اللي جاي ده سؤال فيه تغفيلة في امتحان 2022 الدور تاني. تعالوا نشوف السؤال وازاي ممكن طالب فعلا يستعجل في الإجابة ويجاوب غلط. انت عارف ان الـ EMF المتوسطة خلال ربع دورة بتساوي الـ EMF المتوسطة خلال نصف دورة لما ملف الدينامو بيبدأ من الوضع العمودي. هو بيعتمد على المعلومة دي ويلخبطك فيها، بيشوف انت فاهم ولا حافظ وخلاص. ملف موضوع داخل مجال منتظم بحيث يكون مستوى الملف عمودي على اتجاه المجال، فإن النسبة بين متوسط القوى الدافعة الكهربية المستحثة بالملف عندما يدور ربع دورة من خلال الزمن T إلى متوسط القوى الدافعة الكهربية المستحثة بالملف عندما يدور نصف دورة خلال نفس الزمن T. طبعا لو استعجلت هتختار الإجابة رقم B، طبعا هتكون خطأ. ليه؟ مش الـ EMF المتوسطة خلال ربع دورة بتساوي الـ EMF المتوسطة خلال نصف دورة لما بيبدأ من الوضع العمودي؟ طيب ليه؟ ايه السبب؟ هتقولي لأن الفيض بيتضاعف والزمن بيتضاعف، فعشان كده بيساوي بعض. طيب ايه رأيك هنا إن الزمن مش هيتضاعف؟ لأنه عايز خلال ربع دورة خلال زمن تي ونص الدورة خلال نفس الزمن. يبقى السبب النظري اللي انت بتذاكره طبقه في المسألة دي. يبقى ايه السبب اللي بيخلي النسبة واحد لواحد؟ ان الزمن بيتضاعف زي ما الفوت بيتضاعف، هنا الزمن مش هيتضاعف. اتعامل ازاي مع المسألة دي؟ هستخدم الزوايا اهي، ادي زاوية صفر وادي 90 وادي 180 وادي 270 وادي 180 360 مثلا 360 تمام. وهفترض ان ده كده اتجاه المجال، ادي اتجاه المجال في هذا الجانب. الملف هيبدا من الوضع العمودي، هيبقى هنا ادي الملف في الوضع العمودي ماشي. يبقى سيتا انا بدور هنا، هستخدم ساين سيتا، والسيتا دي اللي بين الملف والمجال. سيتا في الوضعيه دي بتساوي 90، يعني الملف عمودي على المجال. هستخدم الاي ام اف المتوسطه قانون فاراداي. طيب لما يدور ربع دوره هيروح فين الملف ده؟ هيجي في الوضع الموازي، هيروح عند 180. يبقى اذا كانت دي سيتا واحد هيبقى سيتا اتنين عند 180. طيب بنحسب الاي ام اف المتوسطه ازاي؟ من خلال قانون فاراداي، سالب ان اي بي في ساين سيتا اتنين يعني ساين 180 ناقص ساين سيتا واحد يعني ساين 90 على التي اللي هو بيقول لك عليها. طيب تمام، ساين 180 بصفر وساين 90 بواحد، ادي كده سالب واحد، سالب في سالب بموجب، يبقى الناتج ان اي بي على التي، فدي كده البسط الاي ام اف المتوسطه خلال ربع دوره. طيب الاي ام اف بقى المتوسطه خلال نص دوره هيروح فين الملف؟ الملف بقى مش هيجي هنا، لا هيجي عند ال 270، هينقلب الملف يعني هيدور نص دوره، يبقى هيجي هنا عند ال 270. فهقول سالب ان اي بي في ساين سيتا 2، طبعا احنا متفقين ان سيتا 1 ب 90، اما في الحاله الثانيه سيتا 2 هتبقى 270. فانا هقول ساين 270 ناقص ساين 90 على نفس الزمن تي، الزمن مش هيتضاعف. تمام، ساين 270 سالب 1 وساين 90 بواحد، بس مش تنسى السالب بتاع القانون ده اهو. يبقى سالب 1 سالب 1 بسالب 2، سالب في سالب بموجب، يبقى 2 ان اي بي على تي. طب تعالى بقى نعمل نسبه الاي ام اف المتوسطه خلال ربع اقسمها على الاي ام اف المتوسطه خلال نص، يبقى ان اي بي على تي بدل ما اقسم اضرب واقلب البسط مقام المقام بسط، تي على 2 ان اي بي، تقوم دي تروح مع دي ودي تروح مع دي، يبقى الناتج 1 على 2 يعني نص، يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم ا. اللي اول مره يشوف السؤال ده يكتب لي في التعليقات، وانه فعلا السؤال ده فيه فكرة، والفكرة دي لازم ناخد بالنا منها.